اليوم نيابة عن السيد محافظ نينوى حضرنا اجتماع في قضاء سنجار، وعقد تم عقد اجتماع مع الوفد من بغداد برئاسة السيدة وزيرة الهجرة وكذلك السيد مستشار رئيس الوزراء من أجل معالجة ملف قضاء سنجار. هذا الملف الشائك والمعقد اليوم وضعنا خارطة الطريق سواء عن طريق مشاريع المحافظة السابقة التي في مقدمتها مستشفى 100 سرير في قضاء سنجار وكذلك بناء مستشفى 50 سرير في ناحية سنوني. هذه المشاريع هي ضمن موازنة الأمن الغذائي. إن شاء الله في القريب العاجل سيتم إحالة هذه المشاريع التي نعتقد أنها من أهم المشاريع الاستراتيجية والمهمة في قضاء سنجار وناحية السنوني. إضافة أن السيد رئيس الوزراء أوعز بصرف المنح مالية عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجميع الذين هم دون خط الفقر في قضاء سنجار والمناطق التابعة لها. كذلك حسم ملف التعويضات في قضاء سنجار، سيتم صرف كل التعويضات لكل المعاملات المنجزة للمواطنين الذين تضرروا نتيجة عصابات داعش الإرهابية، وكذلك مباشرة الفريق الجهد الخدمي والهندسي الإعمار في قضاء سنجار. إذا هناك خطوات حقيقية من قبل الحكومة اتخذتها من أجل عودة الملف، عودة النازحين وإنهاء ملف النازحين لقضاء سنجار، لأن بصراحة أهالي قضاء سنجار وخاصة الإخوان اليزيديين تعرضوا لأبشع طرق القتل وكذلك السبي والخطف، وخسروا أملاكهم وأرواحهم ونساءهم، وبالتالي لا بد من تضميد جراحهم. لا نقول عفى الله عما سلف، القانون العراقي هو الذي يأخذ كل المسيء يأخذ عقابه عن طريق القانون العراقي، أما باقي الذين غير متورطين في ملفات أخرى فإن شاء الله سيكون هناك تعايش سلمي حقيقي في قضاء سنجار وتعود اللحمة الحقيقية للأهالي، وإن شاء الله نكون عذر حسن ظن الأهالي ونكون ونقدم خدمات حقيقية من أجل إعمار قضاء سنجار. ستنطلق أولى المشاريع عن طريق المشاريع التي هي نعتبرها استراتيجية، مستشفى سنجار ومستشفى سنوني، ومن ضمنها وكذلك هذه المشاريع أموالها وصلت، لا بد من إحالتها بسرعة حتى نكسب الوقت، وعندما نطالب الناس بالعودة لا بد أن تكون خدمات، وإن شاء الله نصدق بعودنا أمام أهالي محافظة نينوى وأهالي قضاء سنجار.